بعد ما صايبنا الحوت نقينا الحوت ديالنا، هذا ها هو فينا اللي غادي نديروه كتا. نقيته مزيان، حيدت له داك السنسور، داك الجلده الكحله اللي كتكون هنا، حيدت له داك الجلده، حيدت له السنسور لا كانوا شي شويكات. درت الثومه، واحد ثلاثه البصوص ديال الثومه، واحد البصيله مشلضه حتى هي، وقزبر ومعدنوس حتى هما بجوج. غادي نشدوهم نطحنوهم، الا كانت عندكم شي شويه ديال الشحمه ديال الغلمي ولا ديال البقري حتى هي مزيانه ديروها معاها، كيعطي واحد الليدام. بعد ما طحنا الكفته غادي نديرو شويه ديال الكمون، شويه ديال العطريه مخلطه، البزار، هذا الصحيطه الزعتر، حتى من بعد صافي غادي نشدو هذا، غادي نخلطوهم، ندير شويه د الملحه، شويه د الملحه صافي كنخلطو. غادي ندير واحد شويه ديال زيت العود، انا درت هنايا حتى في الطويجين، غادي ندير في الطاجين هاد النهار شويه ديال الزيت على حسب. خليوها كتقلى مزيان، نقصو شويه من البوطا، مبغيناش نشعلو العواد على حسب. صافي كنخلطو هدا الشرملة ديالنا، ونخليوها شويه تشرب هكا، تشرب هاد العطرية. إلا درتو لها شويه ديال الشحمة الغلمي ولا البقري اللي كانت عندكم ديروها، عرفتي تبارك الله ما شاء الله، الله إلا كتجي غزالة. إيوا إن شاء الله حنا معاكم، غادي نكوروها دابا، غادي نخليو البصله تحمر غير تقلى شويش من بعد على حسب. الا بغيتي ديروها في الطاجين ديروها، لا تديروها هكا على شي مقيله ولا اللي بغيتو نتوما على حسب. صافي ان شاء الله دابا غادي تقلى البصله ديالنا، وان شاء الله انا معاكم. انا درت الحوت هذا ثلاث الكفته، خليتها كتقلى، يعني غادي ندير هكا، درت حدا فوق وحده، يعني باش يجي داير هكا هاد القبه هكا كيجي طاير عاطي منظر زوين. هادشي اللي غادي لاخرو. من بعد غادي نجيب واحد الكويز د الما، غادي ندير فيه شويه ديال الكمون، غادي نزيد شويه د العطريه، هاديك الخرقوم لاخر تحميره بلا شمحيط، غادي ندير غير واحد شويه د البزار صافي. غادي ندير هادي شويه د الحامض، الحامض غادي نديروه هكا، غادي ندير فوق منه الحامض، غادي نهزو شويه ديال الطماطم هكا، هادي المركزه اللي كتكون معلبه، واللي بغات دير مطيشه ديال الحب غادي تجيبها تحكها مزيان ولا تسلقها وتطحنها عاد. بغيناش سمحوا لي، راه انا واحد طرات كركي حرص، شي ناس ما باغين كيقلبوا الارض صافي. كنبقى هكا كنبقى نخدم بشويه الزيت راه سخونه، عمرها كنت لما دابا اللي حكيت انا ندير بوطه مجهده، دابا غادي ندير واحد شويه ديال الزعتر من الفوق، ها هي الزعتر، شويه ديال الوراق ديال سيدنا موسى، غادي نقصو دابا البوطه. خليو الطاجين ديالنا غير على خطوة كيطيب صافي، غير هاد لاصوص لي درنا فيها، واحد زويتنات هما لي كيقول البدا ديالهم، غير مع الحرار. إيوا صافي، غادي نقفلو الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على ما نسريو عاوتاني الحوت لاخر صافي. ها الطاجين ديالنا وجد، ها جاية الريحة ديالو، عندي ما نقولكم ما شهيتكم بيه. هادي درتها باش مكانتش كتفيدناش، وهذا هو الطاجين. إيوا إن شاء الله نتمنى حتى نتوما ديرو بحالو صافي، حتى تقدم النهائي وهاني معاكم.
صابنا الطاجين ديالنا ديال الكبسه، دابا غادي نوليو لذاك الحوت اللي قلت لكم ديال هادي، راها شويه البصله، بصله مشلضه، هادي الثومه، هذا واحد شويه الحامض مصير تنقطعو، هذا غادي نشحر هاد البصيله هكا مزيان، المهم تحمر البصله وهاني معاكم، ماشي تحمر بشويه غير تذوب هكا شويه تخيرصها وان شاء الله هاني معاكم. كيما غرفة العود ما جبتهاش معايا، بعد ما البصله ديالنا تشحرت شويه مزيان دابا غادي نديرو مطيشه في، المهم بغيتو لاصوص ديال الحبوب غادي تجيبو مطيشه ديالكم ديال الحب وتسلقوها بواحد شويه ديال الماء وقشروها طحنوها مزيان وصفيوها ديروها فوق منو، حيت ما كيبغيش داك الزريعه ديال هكا، عارفه داك الزريعه ديال المطيشه ما كتجيش مزيانه هكا لذاك الفطائر داكشي، دابا هذا تيجي خاص بالفطائر هذا، هكا شي خبيز الواحد بغى يدير شي سندويتش يتعشى به ولا غادي ندير شويه ديال داك العطريه مخلطه خرقوم و البزار داك سكي داك سكينجبير صافي، هداك شويه ديال الحامض غادي تبقى كتغلي هكا مباشرة، غادي نبقا نشطفو الحوت صافي، غادي نبقى هكا كنستو هاد الحوت كنستمرو حتى كن هكا، المهم أنا غادي نستو في الحوت هاني معاكم. هاو بعد ما تقلات هداك مطيش وداكشي درت واحد الوريقة ديال سيدنا موسى، غادي ندير واحد شوية ديال الزويتنات، إلا كنتو باغيين تخبعوه ديرو في الطويسات وديرو في التلاجة بلا ما ديرو الزيتون دابا حتى تكونو غادي، حنا لا حنا غادي يوفي هاد النهار كنخبع حتى حاجة، ولكن بطريقة على علم هذا الزيت هذا الحوت كيتخبع وكندير به الفطائر كيسرح زوين الصراحة، كيبقى كتعمر به خبيز ولا واحد الفطائر دابا نشاركهم معاكم إن شاء الله، كنزيد واحد الزويتة بلدية، زيت بلدية ولا زيت يا الأحسن زيت العود كتجي زوينة صافي، كندوقوه من الملحة وصافي حنا بالصحة ولهنا، يلا حتى نتلقاو إن شاء الله. بعد ما سالينا الطاجين ديالنا ها هو فينا كيجي معلك كيجي غزال، هذا هو عطيني بالوريقة سيدنا موسى وداكشي، إيوا شليضة وزويتنات هداك الحوت قليناه وخبيز الشعير، يالله ما شهيناكم إن شاء الله، هذا هو الغدا ديال الطبيعة، يالله تهلاو فراسكم وما تنساوناش بالاشتراك وهانتوما حنا معاكم ديما.